اشتركت مع فيميل ولوياك بالعيادة القانونية، وكتير حبيت واستفدت من البرامج اللي قدموا لنا إياها. عملنا أعطونا جلسات توعية بمواضيع مختلفة ومتنوعة، أبرزها كان عن التحرش الجنسي، الابتزاز الإلكتروني، تجارة الأعضاء. أحكينا عن العديد من المواضيع، ونحن حبينا نحكي عن الابتزاز الإلكتروني ونقدم ليجل بيبر للنقابة بخصوص هذا الموضوع. الابتزاز الإلكتروني عنده أثار سلبية على الضحية، أثار جسدية، أثار نفسية، أثار مادية، أثاره كتيرة بتتخطى بس إنه يجي المجرم يعاقب بالحبس سنة سنتين أو يدفع غرامة مالية. العقوبة لازم تكون تردعه أكتر للي عم بفكر يتحرش أو عم بفكر يبتز. العقوبة اللي صنع المشرع اللبناني ما بتوازي الضرر النفسي والجسدي اللي عم تتعرض له الضحية. مشان الضحية مش بدقيقة بتقدر تنسى كل شيء صار معها.